صباح الخير لكل المشاهدين بحلقة جديدة من أحلى صباح عبر شاشة تلفزيون لبنان. أكيد منطلع عليكم اليوم نهار الثلاثة 22 آب 2023 بنهار جديد، مواضيع جديدة، ضيوف معددة، وأكيد مواضيع كتير غنية أكيد تستفيدوا منها وبتقدروا تقلعوا نهاركم بنشاط وحيوية معنا. دايما بنكون عم نشتغل، دايما بنكون عم نركض نوع كرمال نروح لمطرح معين، دايما بعجقه وعم نركض لنعمل شيء ونحن ما عارفين لوين بدنا نروح ولا شو عم نحقق هيدا الشيء. دايما الشغل بنتعب كتير لقله، بنقضي وقت كتير كبير عليه، ولكن ما بنعرف كرمال شو. يمكن في اشياء صغيره بالحياه اوقات تبسطنا، يمكن اشياء 5 دقائق ساعه اوقات من الوقت بنهارنا بتغير لنا كل نهارنا من دون ما نكون عم نتعب كتير او نحط عليها افور كتير، ولكن ما بنفكر فيها لانه في اشياء كتير شغلتنا. خلينا كل يوم نقعد هيك شوي نشوف على شو عم نركز وقتنا وطاقتنا، ونشوف اذا هول الاشياء اللي عم نركز وقتنا عليهم هن بيستحقوا كل هالتركيز، والاشياء الثانيه اللي بتجلب لنا سعاده ويمكن حاطينها على جنب وما عم نقدر نركز عليها وما عم نقدر نعطيها وقت. فخلينا نقسم وقتنا بطريقه منيحه، نركز على الاشياء اللي بتجيب لنا سعاده وطاقه ايجابيه، ونكون عم نعطي الشغل وقته وحقه مثل ما لازم مش اكثر. اكيد نهار جديد مثل ما قلنا مواضيع غنيه، رح نبلش بانترفيو مع دكتور احمد نزال نائب الامين العام لاتحاد الكتاب الاعلاميين تنحكي معه عن المهرجان الشعري اللي عم بيقوموا فيه بذكرى الانتصار. كمان رح نكون بانترفيو مع الاعلاميه عبير بركات مسؤولة الشؤون الإدارية والتواصلية بالسفارة الدنماركية بالرياض، كمان تحكينا عن هجرة الإعلاميين وتحديات الاختراب وأحدث تكنولوجيا الإعلام. كمان رح نكون بانترفيو مع فادي سعد رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاختراب تنحكي معه عن تسلمه جائزة أفضل موقع إلكتروني عربي هيدي السنة. كمان رح يكون جان زحلاوي معنا بالاستوديو اللي هو مغنن وملحن تحكينا عن مسيرته بلبنان والسويد. واكيد مثل كل نهار ثلاثة فقرة فاشن رح تكون معنا مع مارينا كيروز، واليوم مع دكتور رندا زين اللي هي كلينيكال انستراكتور تيحكوا على الاكسسوارز والاشياء اللي بتصير على السنين ان كان من بينتينجز اكسسوارز والى ما هنالك. ولكن مثل كل نهار بنكون مع مصلحة الارصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي كرمال ناخذ منهم جولة عن كل الاحوال الطقس اللي عم بتصير، كرمال نعرف اكثر كيف نهارنا رح يكون، كيف رح يكون الجمعه لقدام، لانه عم نشوف كثير تغيرات بالطقس، عم نشوف عبقه، رطوبه عاليه، كمان عم نشوف تدني بدرجات الحراره. ولكن تتكون جهز الاتصال بمصلحه الارصاد الجويه، رح نكون اكثر عم نتعرف كمان على الاشياء اللي معقول تكون عم بتصير بلبنان اليوم، يعني عم نشوف مهرجانات، عم نشوف العديد من المعارض كمان اللي عم بتصير، ونحن باحلى صباح اكيد بنضوي على هذا الموضوع اكثر واكثر. نحن بصبحيتنا بنكون عم نغطي كثير مواضيع يمكن ما تلحقوا تحضروها مباشره عبر الشاشه، ولكن دائما فيكم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك www.facebook.com/telelibon، وين بتقدروا تحضروا كل الحلقات والبرامج اللي عم تمر على شاشه تلفزيون لبنان، حتى فيكم ترجعوا تعيدوا كل فقرات برنامج احلى صباح من طبخ لفاشن لحيلا مقابله عم بتصير، بتقدروا تحضروها ساعات اللي بدكم على فيسبوك. كمان فيكم تفوتوا على انستغرام تعملوا سيرش على تلليبون وتعملوا لنا لايك وفولو، وتقدروا كمان تتابعوا اخبارنا من هوني. واذا عبالكم تحضروا البث المباشر اكيد من اللابتوب او التليفون مش من التيفي، كمان فيكم تفوتوا على www.telelibon.com.lb/live كرمال تقدروا تحضروا البث المباشر، بتفوتوا على البيج وبتكبسوا البلاي من تحت كرمال تقدروا تحضروا. اكيد الاتصال صار جاهز. بونجور، صباح الخير. الو بونجور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ اكيد سمير سن منسق انشطه اليازا ببيروت، اهلا وسهلا فيك عبر شاشه تلفزيون لبنان كمثل كل نهار ثلاثه. خبرنا شوي عن شو رح نحكي اليوم. اليوم بدنا نحكي عن ظاهره عامله مشكله لكل مستخدمي الطرق بلبنان. نحن باليازا عم نجرب قد ما بنقدر نساعد بهذا الموضوع، بنعاني منها بس نسوق بتعاني منها، كل المشاة بيعانوا منها، وهي ظاهره الموتوسيكلات. الموتوسيكلات مشكلة لأنه أول شيء عدد كتير كبير أكثر من الطرقات بتحمل، سلوكهم على الطرقات لا يمكن توقعه، يعني ما بتعرف شو بدهم يعملوا، وين بدهم يجوا، منين بدهم يطلعوا، ما بيسوقوا، ما بيلتزموا بالنظام، فبيعانوا منهم. والمعاناة الأشد هي المخاطر اللي بتتأتى عن سلوك شفرية الموتوسيكلات، لأنه ممكن يتسببوا بحوادث،
ممكن يتسببوا بوقوع ضحايا، وتحديدا منهم هن يعني من سائقي الموتوسيكلات، واضافه للخسائر الماديه. هذه الظاهره مشكله كبيره، بتصور بتشاركني الراي انه ازمه هيدي. فمنشان هيك في موفي صغير رح نحضره، رح نحكي عن الاسباب المباشره وغير المباشره لهالظاهره الخطيره بمجتمعنا، كيف ممكن انه نتجنبها، شو اسبابها. وبدي يعني حضر للفيديو لاقول للناس انه رح يشوفوا مناظر او مشاهد قاسيه وتعمدنا نعملها قاسيه لانه عم نظهر الحقيقه، لانه نحن مش المفروض انه يعني نعيش المشكله بعد ما تصير، نجرب نتجنبها. ظروف صعبة لظروف أفضل. وهيدا أكيد ما بيعني إنه نخاطر بحياتنا وحياة الناس اللي معنا بحجة الظروف الصعبة، لأنه النتائج اللي حنوصلها لح تكون أصعب بكتير. أغلب اللي بيسوقوا موتوسيكلات بيكون هدفهم يوفروا وقت، يوفروا مصروف بنزين. وإذا القصة بتوقف هون بيكون كتير منيح، بس التهور أثناء القيادة والسرعة الزائدة والتجاوزات بين السيارات المش محسوب نتائجها، منفكر إنه بلحظة ممكن نمرق ومننسى إنه الموت كمان بيجي بلحظة. منفكر إنه نحن شاطرين ومنقدر نتحكم بالدراجة النارية، ونحن ما بصير معنا هيك، وكل هالناس اللي خسروا حياتهم فكروا هيك. ما فينا نوفر وقت ونوفر بنزين بس كمان نحافظ على حياتنا وحياة الناس اللي معنا، ونسوق بتروي وبهدوء، منتجنب نلبس كاسك على راسنا، ومننسى انه هو ممكن يخلص لنا حياتنا مثل ما سبق وخلص حياتنا صغيرنا. خلينا نجرب انه الموتوسيكل اللي هو مفيد بالظروف الاقتصادية بوفر كتير، كمان يوفر ضحايا، يوفر اصابات جسدية، ويوفر اعاقات، ويوفر دموع. يعني مثل ما شفنا بالفيديو للأسف في كتير حوادث عم بتصير كمان مثل ما ذكرنا بالفيديو بلحظة، وبيكون الشخص عم بيفقد حياته أو عم بتعرض لحادث كتير كبير لا يوفر وقت أو يمكن لا يوفر بنزين. ولكن أستاذ سمير، يعني عم نلاحظ في كتير قوانين مثل ما ذكرت يمكن ما بيطبقوها الدراجات النارية، وبيتعاملوا معها بطريقة غير مسؤولة، يعني مثلا بيدوبلوا بسرعة، أو بيكونوا أوقات عم بيسوقوا بطريقة مش مسؤولة على التليفون، أوقات عم بيشربوا قهوة كمان على الموتوسيكل، وبذات الوقت بيفوتوا عكس السير، بيسرعوا زيادة. فهول الأشياء كلها، كيف في الأشخاص اللي بالسيارة كمان تكون عم تنتبه أنه ما تعرض حالها لحادث مع موتوسيكل؟ لأنه منعرف يعني اللي على الموتوسيكل بيتضرر يمكن 10 أضعاف أكتر من اللي بالسيارة، أو 100 ضعف أكتر. طبعا عادة اللي مستخدمين طرق بلبنان عدة أنواع، المشاة هنا الأضعف لأنه بيكونوا مش محيميين، والتصادم أو عملية الصدم اللي بتصير هي من قبل جسم قاسي معدني حديد ثقيل ماشي بسرعة مع شخص ماشي على الطريق. فأكيد هلأ من بعده دغري بيجي الموتوسيكل، كمان الموتوسيكل بيجي مشابه لموضوع المشاة لأنه هو بيكون كمان عنده سرعة، يعني هم بتضاعف المخاطر. أكيد هذه مشكلة كبيرة. الموتوسيكلات بالحقيقة إن المطلوب منهم الالتزام بالقانون، اللي بيطبق القانون هي أجهزة الدولة، يعني هي المؤسسات الرسمية يلي مقر فيها القانون. دائما منعيد أنه من 2012 اليازا ساهمت بوضع قانون السير، وما طبق قانون السير. لو طبق قانون السير بلبنان كنا وفرنا كتير ضحايا، من سنين لليوم كنا وفرنا كتير ضحايا. عمليا إذا بدنا نقول الأسباب هيك بسرعة، هي الأسباب مباشرة أو غير مباشرة. الأسباب المباشرة
لعدد الموتوسيكلات الكبيرة اللي بترقاد هو الوضع الاقتصادي. يعني بطبيعة الحال الناس وقت اللي بيكون في عندهم هالقد ضغط اقتصادي ومعيشي بفتشوا ليوفروا، ولقوا بشكل بديهي انه الموتوسيكل بوفر مصاري، بوفر وقت، مصاري يعني محروقات وتصليح وزيت والى اخره، كل مصاريف السياره وبوفر وقت، فلجأوا سريعا للموتوسيكلات. ومره واحده يعني نحن بنشوف المؤسسات اللي بتبيع موتوسيكلات قد ايه صارت منتشره. فهذا الاسباب المباشره. اما الاسباب الغير مباشره يلي لازم دائما نفكر فيها، انه لو كنا باي دوله بالعالم الناس ما كانوا رح يحتاجوا يجيبوا موتوسيكلات. تخيل اذا كنت بدك تجي على التلفزيون لو في خطه نقل مشترك، خريطه شرايين الحياه بالنقل المشترك المنتشره بتكون من المدن الرئيسيه لكل المدن الفرعيه والضيع. اذا بتعرف اي ساعه بيجي الموتوسيكل بيجي الاوتوبيس لحد بيتك، وبيوقف اي وقت بيوقف، وقد بدك وقت لتوصل على التلفزيون كنت حتى حضرتك بتستعمل سياره. مثل كل دول العالم ما بيستعملوا سيارات الناس، وهيدا بتوفر وقت وكمان مصاري كتير. ولكن نحن للأسف كمان عنا يعني الأوتوبيسات منهم كتير معتمد عليهم بالوقت أو محل ما بيوقفوا، أو كمان بيعملوا كمان بسبب العديد من الحوادث بسبب الوقوف المتكرر المش ثابت كمان، يعني اللي منشوفه على الطرقات. فمن هون ومن هون عنا مشكلة، لأنه هول مش منه نقل مشترك. هي المشكلة إنه هول شركات خاصة عم يعملوا مصالحهم الشخصية، مزبوط. وبنفس الوقت مش عم يلتزموا مثل ما قلت بقانون السير. عم نحكي عن نقل مشترك جهاز كامل مثل ما بكل دول العالم، منظم مسؤول عنه هيئات رسمية، في إدارة له، في توقيت معين للوصول. هيدا اللي مصار، هيدا اللي عم نحكي نحن انه في مليارات هدرت. عم نحكي عن مبالغ ثروات هدرت. في دراسة قريتها 50 مليون دولار من كل هالمليارات اللي بنحكي عنها، 50 مليون دولار بس، شو كانت غيرت بحياتنا؟ قديش كانت نمية الضياع؟ قديش الناس بقيوا بضياعهم لأنه ما في داعي ينزلوا يشتروا أو يستأجروا بيت حد المدينة الكبيرة لحتى يقدروا يعلموا أولادهم ويشتغلوا، كانوا بقيوا الناس بضياعهم. كان صار في دورات اقتصادية بالضياع، لأنه الفلاح والنجار والحداد والحلاق بقيوا بضياعهم لأنه عندهم سوق. وكنا وفرنا أزمة سير، لأنه ما بقعد في سيارات كثير بالطرقات، كل 50 سيارة يمكن فيك تبدلهم بأوتوبيس واحد. سمير، هلأ على أكيد على أمل يعني يكون إن كان القوانين تبع الموتوسيكل عم تتحقق، وإن كان كمان النقل المشترك يكون عم بيتزبط شوي شوي، ولكن من هلأ لوقتها بتأمل أنه كل شخص يكون حامل على عاتقه كمان المسؤولية الشخصية، لأنه بعتقد هيدا أهم شغلة عند الإنسان، وخاصة اللي بيسوق موتوسيكل، لأنه بيكون بيعرف كمان الخطورة تبعه، وخاصة إذا تعرض لحادث قبل بيعرف قديه يعني هيدي الشغلة مش هينة عليه وعلى غيره، كمان يعني إذا حيالله ثانية ما قلت صير تعرض له حياته للخطر. بدي أشكرك كتير على مداخلتك أستاذ سمير سنو، منسق أنشطة اليازا ببيروت. أكيد لو عنا وقت أكتر كنا بنحكي أكتر بالتفصيل، ولكن بالحلقة الجاي إذا الله راد نحكي بموضوع تاني جديد كمان بهم العالم. مرسي كتير لك. وسام عبدالله من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي معنا على الخط، كرمال يخبرنا كل المستجدات عن أحوال الطقس. أهلا وسهلا فيك وسام. أهلا، صباحك خير، كيفك اليوم؟ نعم، لسه الحال عامي نحن بعدنا ضمن تأثير كتل هوائية حارة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي، عم يكون أكثر تأثير على المرتفعات 1200 متر وطلوع. هلا بخف تأثيرها بالمناطق الساحلية لتعود لتلمس معدلاتها الموسمية. طقسنا التنين 3-4 حيكون يعني غائم بالإجمال. هلا يعني ممكن مثلا نشهد ارتفاع شوي بالحرارة درجة أو توطى درجة، بس هذا كله التأثير نتيجة الرطوبة العالية ما حيبين عنا. فعشان هيك احنا مستمرين مثل ما قلنا هاليومين بالاطار اللي شفناه من قبل. درجات الحراره متوقعينها اليوم على الساحل من 24 ل 33، عندنا بالمناطق الجبليه من 17 ل 27، وبالبقاع من 16 ل 40. الرياح السطحيه عم تكون غربيه لشماليه غربيه 3 من 10 ل 25 كم بالساعه، رطوبه من 50 ل 75%، حال البحر منخفض، ارتفاع الموج، حراره الماء 30 درجه. هذه توقعاتنا اليومين ثلاثه لقدام. مرسي كتير لك وسام عبدالله من مصلحة الأرصاد الجوية. نتمنى لك نهار حلو. أكيد عم نشوف الطقس كيف عم بيكون غائم، ولكن على أمل شوي شوي تروح هيدي الموجة الحارة ويروحوا هول الكتل الهوائية الحارة كمان أكتر وأكتر. برغم من الطقس أكيد المصيف والحار جدا، ما لازم نوقف سبور، وجولي رمال دايما معنا بالحلقة كرمال تعطينا كل التيبس أند تريكس وهوليستيك موفمنت.
مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بدنا نركز اكثر شيء على الكتف ناتشرال موفمنتس وكمان الترايسبس ساجينج ترايسبس. اذا عندك هيدا الجلد هون ما تخاف، نحن في نعمل كثير حركات عم شد هيدا. هلا اول شيء ليش نحن عندك ساجينج سكين هون؟ اول شيء جيناتيكلي بركي هرمونال، بركي في كثير دهن بالجسم، مش مشكله. نحن عندك حركات سبيشال اكسرسايزز سبيسيفيكلي ذس اريا. هلا نجيب وزن خفيف هون، تعمل شوي وورم اب هون للكتف والابر بودي. الوزن خفيف بتكون ماكسيمم كيلو كيلو ونص. هلا بلشنا وورم اب هون كتف، بتكون جلسه هون. وي غانا جو كويك وورم ابس 10 مرات هون. تاخذ نفس، انهيل اكسهيل اب، يلا ليتس جو. 4 5 6 7 8 9 على الأشرة حلية دين لفوق. We're gonna go small pulses really quick. 8 7 6 5 4 3 2 1 stay here. Extend your right hand, your left hand. نرجع لتحت. Exhale, lift. يلا let's go. Pull your belly muscles in. 3 4 5 6 7 8 9 على الأشرة. نحن عندك شوي pulses هون 10 مرات. 8 7 6 5 4 3 2 1 bring your hands لقدام. Push down and the فوق أشرة. يلا بس عم اشتغل وزن خفيف، يعني مش ضروري تعمل بريكس يعني هون. اوكي so we're gonna keep going. 5 4 3 2 هلي لفوق. again نرجع البلسز 10 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bring your hands لجوا هون جلسة دهر and stretch all the way out. 10 inhale exhale. يلا هني كفي بعد 8 لقدام لورا. 7 6 5 4 3 2 1 اوكي مرتاح شوي لقدلات هون. هلا اذا منت مزبوط بتكون مثل نار هون على الكتف هون. سو ليتس كونتينيو. خلينا نركز هون على الترايسبس. اول شيء نحن بدنا ببرم الجسم شوي. شولدرز بتكون ورا، البوز ضروري لفوق مش لتحت، هيدا غلط. اظن في عالي البوز لفوق. وي غانا ستارت ميني بولسز، هيدا اسمه ميني بولسز. نرجع هون 10 مره. 3 4 5 6 7 8 9. ناو ريجولار ترايسب اكستنشن لجوا لبرا. 1 2 10 مرات. تيك بريث، انهيل اكسهيل، ليتس جو. بعد 5 بعد 3 2 اخر وحده. بنرجع السيت 2 دايركتلي بلا بريك، ميني باسز 10 مرات بريذنج. يلا بعد 5 4 3 2 1 ان اند اوت سكند سيت جو. اجين شوي اسرع هون. يلا هنيه كافي بعد 5 6 7 8 9 والأشرة. نحن عندك الـ third set we go small pulses. 1 2 3 4 5 كفي 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 على الأشرة. اوكي بنرجع هون على الثلاثة set لقدام لفوق. يلا go. So هيدا تمرين، هيدا ستيل على التمرين، هيدا بجنن. ليش؟ نحن عم نشتغل العضلات من جوا مش من برا. اوكي so this is the first step. هلا عم نشتغل من جوا. هلا بس خلصت هون تاخذ نفس. Remove your weights على الجنب. هلا نروح على الحيط. We're gonna work on tricep push-ups هون على الهيد. Ready? So, نحن عندك الفورم. أول شيء جلسة إيدين straight. ضروري في كتف, your elbows, your wrists are one line. إجرين بتكون لورا. Let's look لإيدين يعني هون. منزل لتحت. Jump and push. One. Again. Two. تاخد نفس. Three. يعني هلا بالهاي استراتيجي نحن عم نعمل شوي pressure للعضلات هون. عم ركز على triceps. Push. نرجع هون. Push. نرجع هون. بوش. يلا كافي بعد 3. يلا بعد 2. اخر وحده. اوكي ريلاكس يور ماسلز. نرجع الثاني تمرين هون مع وزن اجين. سو وي غانا جراب ذا ويتس. هلا صاروا 2 كيلو بالوحده ايد مش وحده كيلو. رول ذا شولدر باك. وي غانا جو تو ريجولار اولد سكول ترايسب اكستنشنز هون. انهيل اكسهيل اكستند يور هاند. هولد ات. خليها هون شوي. نرجع لجوا. اوكي اشتغل الرواق هون. ليتس جو. 2 سلولي. نرجع هون. يلا 3 نحن بدنا نعمل 10. يلا 4 very good. اظن في شد العضلات لفوق. 5 and 6 and 7 very good. كفي هون. 8 number 9 على 10. stop هون شد العضلات. تاخذ نفس. breathing 5 ثواني.
3 2 1. مرتاح هيدا قادلين. هلا اذا عملت مزبوط بتكون مثل نار هون والدغري بين شوي الترايسب بامب هون. No problem. هلأ نرجع لهون على الحيط. We're gonna do those bouncing tricep push-ups. أشمرات بعدين تاني إيد. Let's go. Again, we bounce. One, push. Two, breathing. أسرع شوي. Three, four, five, six, seven, eight. Number nine. والأشر نرجع لزيتي حركات الإيد شمال. Let's go. Heavyweight training. Roll your shoulder back. هون تاخد نفس and go. One. شوي شوي. نرجع هون. Again. Two. بتنفس هون. Three. And back. Excellent. Four. نرجع لجوا. Five. شوي شوي. Let's go. Number six. And seven. Eight. Number nine. يلا الأشرة هلية هون خمس ثواني. 5 4 3 2 1. relax it, release your muscles هون. very good. هلية تعمل زيت الشي كل الحركات بس شوي أسرع. are you ready? from the top منجيب 2 وزن هون elbows لفوق power stretch 20 مرات. يلا let's go شوي أسرع. push it push it. نحن بدنا نشيل الفات هون الدهون الترايسبس. so stretch بعد أشرة. يلا 2 7 6 5 4 3 2. Hold it here. Mini triceps. The triceps here. Hone. Push it. Push it. Push it. Push it. Push it. هاي ده أول set. يلا كافة هون. تاخد نفس 20 مرات. بعدين second set بتكون بس 10. يلا نرجع لجوا لبرا 10. 1 2. شوي أسرع. 3 4 5 6 7 8 9. Mini triceps هون 10 مرات. Press it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي دغري شيل الوزن بتكون مثل نار هون. هنرجع هون على الهيت. don't stop training. نحن عم نعمل intelligent training system of training your triceps. يلا بعد 6 5 4 3 2. اخر وحده. excellent. نرجع هون اخر set. heavy weight training. inhale exhale squeeze it. خليه هون. اوكي نرجع هون 10. breathe. تاخد نفس. elongate your muscles as ما في. نرجع هنا. يلا كفي. 3 شوي شوي. 4 ركز على هيدا ترايسبس. let's go. 5 6 7 8. number 9 الأشرة هلية هون 5 ثواني. 5 4 3 2 1. done. change. no breaks. يلا let's go. inhale exhale شوي شوي. 1 2. breathing. okay, so نحن شو الاستراتيجي هون؟ نحن we're bringing your muscle. تاخد العضلات الترايسب وعم تعمل كتير different حركات يعني هون to maximize the tricep potential use هون. so let's go. بعد 3 2. okay stop هون 5 ثواني. 4 3 2 1. drop the weight هون directly. second set هون على الخيط. we go quickly. 1 2. open your chest. 3 4 5 6 7 8 9. الأشرة stop هون. جلس إجرين together. mini pulses little just to finish it off. أشرة 8 7 6 5 4 3 2 1. جيب الوزن. last exercise يوم. we're gonna grab the weight. open your elbows هون. تاخد نفس. stretch your arms لفوق لتحت. هيدا كتير منيح لبوستر. يعني نحن عم نعمل حركات ستريتشنج وكمان فتحين الصدر والكتاف هون. يلا حنركز هون. بعد 4 3. بعد 2 اخر وحده حاليه هون على النص. نحن عندك ميني بلسز هون 10 مرات. open your elbows. 6 5 4 3 2 1. close your elbows and finish with tricep extension لفوق overhead. بركي 20 أو 30 مرات هون. كفي أزمة فيه. inhale exhale. هلا بس خلصت هيدا التمرين شيل الوزن هون directly. لازم تعمل stretching هون على الترايسبس. ليش؟ بركي بكرة بدي أعمل هيدا التمرين أو بعد بكرة. صح ما بدي كتير وجع. so stretch it out. breathe. inhale exhale. إيد يمين بعدين إيد شمال. هيدا السيستم نحن في نعمل كل يوم. نحن في نعمل 3 مرات بالأسبوع as you wish. ما بيأثر هون. هلا ترايسب اكستنشن اوفر هيد كمان
تاني ايد هون، بتتنفس، انهيل اكسهيل، بنشوفكم اكيد next time.